اليوم على المباشر في ليلة تاريخية، ليلة تاريخية أخرى للمنتخب المغربي، نصف نهائي كأس العالم. والحمد لله، مبروك علينا احنا كاملين المغاربة وعرب وأفارقة. يوم تاريخي، الحمد لله دخلنا المقابلة، طبقنا فيها تعليمات المدرب، الحمد لله دخلنا باش نحققوا نتيجة إيجابية، وهادشي اللي تأثر لينا ومازال تابعنا بزاف ديال العمل إن شاء الله. كيف هي الأجواء داخل غرفة الملابس؟ صراحة مازال ما دخلش، ولكن الأجواء تكون جد إيجابية، والحمد لله فرحة كبيرة اليوم بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع. كما قلت لك، مازال تابعنا عمل كبير، إن شاء الله نزيدو نخدمو ونوصلوا لنتيجة محسن إن شاء الله. يحيى، أنت مثال اللاعب الناجح، اليوم كنت أساسيا، أعطيت كل ما لديك، بماذا